بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في الفيديو الرابع من سلسلة الفيديوهات الخاصة بالكورس Embedded System Design Using VR Mic Control. الفيديو ده استكمال إن شاء الله للفيديو الثالث اللي اتكلمنا فيه عن الـ Embedded Software والـ Embedded Hardware. كريفيجن سريعة كده، احنا هنبدأ نتكلم بشكل عام، بقى هنلم الدنيا بتاعت الهاردوير دي مع بعضها عشان حاسس ان المرة الدنيا كانت تايهة شوية. هنبدأ نلم الدنيا كلها على بعضها في ان احنا نتكلم عن حاجة اسمها ال CPU Instruction Cycle. في ال Assembly Instruction الواحد لما يجي يتنفس بيتنفس على نقول مثلا من 3 ل 5 stages على حسب نوع ال CPU بتاعه، بس هنتكلم الكلام العام اللي هي 5 stages. لو خدنا 3 يبقى انت عارف على الأقل 5، لأن 3 هيكون واحد فيهم. الخمس ستيجز دولت بيبدأوا بحاجة اسمها فيتش، وراها ديكود، وراها اكسكيوت، وراها ميموري، وراها رايت باك. نفهم كده كل حاجة لوحدها بتعمل ايه. أولا مرحلة الفيتش، زي ما قلنا قبل كده البروجرام بتاعي اللي أنا بكتبه كسي بيتحول لحاجة اسمها اوبجكت فول اوبجكت كود أو اوبجكت فايل. الاوبجكت كود دوت بيكون عبارة عن مجموعة من الاسمبل انستراكشنز متخزنين ورا بعض في الانستراكشن ميموري بتاعتي. لو فرضنا كده فرض المثال اللي انا هشتغل عليه دلوقتي، ان الانستراكشن الواحد بياخد له 4 بايتس عشان يتسيف، والميموري بتاعتي الويدث اللوكيشن بتاعه يعني ويدث اللوكيشن الواحد 1 بايت، فبالتالي علشان الفرق بين كل اسمبل انستراكشن والتاني 4 ميموري لوكيشنز. حلو جدا. عملية الفيتش بيحصل فيها ان الاسمبل انستراكشن بتاعي موجود في الانستراكشن ميموري، بيروح البروسيسور يعمل له فيتشنج يعني يجيبه من الانستراكشن ميموري ويسلمه لحاجه اسمها الانستراكشن ديكودر. الانستراكشن ديكودر ده بيبدا يفهم منه نوع الاوبريشن المطلوب يتعمل ايه، يبقى بيفهم منه الادرس بتاعت الاوبراندز او الانبوتس الاوتس بتاعت الاوبريشن نفسها ويبدا يتعامل معاها ويقراها. بعد كده في مرحله الاكسكيوت بيبقى فيها ال ALU تبدا تتعامل مع الامر اللي هو اوريدي عملها كنترول عليه باستخدام الديكودر ودخلها الاوبرانتس من خلال الانستراكشن ريجستر بانك اللي عندي، وتبدا تعمل عمليه البروسيسنج عليها، تجمع تطرح تضرب تقسم تعمل اندنج اورنج او اي حاجه. الاوتبوت بتاع الاي ال يو دوت لو انا عايز اعمل عمليه ستورنج في الميموري فبيتسيف في مرحله الميموري، لو عايز اعمل اوبريشن ان انا بعمل لود من الميموري انقلها في الريجسترات برضو بيتعمل في مرحله الميموري. لو الريزلت الاخيره دي هتتسيف في ريجستر فايل فانا بسيفها في مرحله الرايت باك. تعالى كده نشوف الكلام بالتفصيل شوية. في مرحلة الفيتش البروجرام كاونتر بيكون جوه ده ريجستر زي قلنا ان هو سبيشال فانكشن ريجستر، جواه الادرس بتاع الانستراكشن اللي هي الدور اللي هيتنفذ في الانستراكشن ميموري. اروح رايح جايب البروجرام كاونتر واقراه واسلمه للانستراكشن ميموري فتروح اريا اللي عليه الدور. وانس ان الانستراكشن ده طلع واتسلم بيتسلم للانستراكشن ريجستر هنا في الريجستر بانك، واوتوماتيك البروجرام كاونتر بيتزود عليه 4 علشان يروح على الميموري الجديد. طب ايه الماكس ده؟ يعني هنتكلم في حاجه اسمها داتا هازارد كنترول هازارد لو انا شغال بايب لاين ستراكشر، بس مش موضوعنا دلوقتي. بس خلينا مبدئيا ان انا شغال على ان انا بمجرد ما بعمل عمليه فيتشنج بعد ما بخلص بزود على البروجرام كاونتر 4 اللي هو النيورو لوكيشن اللي عليه الدور اللي انا مستكشف عليه الدور يعني خلاص. وبالتالي البروجرام كاونتر المره اللي جايه ان شاء الله في الفيتش هيكون واقف عند الانستراكشن الجديد. طيب في مرحلة الديكود الداتا خلاص اتنقلت في الكلوك سايكل التانية، اتنقلت وراحت عند الانستراكشن ريجستر اللي انا زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت هبدأ اقرا منه شوية حاجات. تعالى كده ناخد مثال ان انا مثلا بفرض ان انا عندي السيستم كله جواه زي مثلا 4 اوبريشنز بس، ده اللي يقدر يعمله البروسيسور اند اور وناند ونور مثلا. ولنفرض ان انا هدي لكل اوبريشن ادرس، بما ان انا عندي اونلي تو اوبريشنز فانا عندي الاوب كود بتاعه هيكون حاجه من 4، يا 0 0 يا اما 0 1 يا اما 1 0 يا اما 1 1. طيب هنفرض كمان ان انا عندي زي مثلا 4 ريجسترز بس، 4 جنرال بربز ريجسترز ممكن اتعامل معاهم لما يكونوا اوبرانتس عندي في الاوبريشن بتاعتي، ار نوت وار 1 وار 2
وار 3 وبرضه بيقول لهم 4، فهندي لكل واحد فيهم ادرس 0 0 0 1 1 0 و1 1. طيب لو انا هتعامل معاهم بالمنطق ده، هنبدأ مثلا نكتب امر زي السبب، بيقول مثلا اد ار 1 وار 2 وار 3. الامر ده ممكن يكون الاوب كود بتاعه شبه ايه؟ الاب كود بلاش قد عشان احنا برضه مش شغالين ارثماتيك، مثلا نقول اند ار 1 ار 2 ار 3. ده معناه ان ار 1 بيساوي ار 2 اند اتباع ار 3. لو هيترجم الامر ده كاب كود، الاب الاستراكشر ريجستر بتاعي بيتكون من جزء كده الاول اسمه الاب كود، جنب منه على طول الاوبراند الاولاني اللي هو الديستنيشن، نقول مثلا ديستنيشن، جاب منه على طول السورس الاولاني، جاب منه على طول السورس التاني. ديبندنت على كده الاند الاب كود بتاعها عباره عن 0 0 وراه على طول الديستنيشن ريجستر اللي هو ار 1، فبالتالي الادرس بتاعه 0 0 سوري اسف 0 1، وراه على طول السورس ريجستر اللي هو ار 2 والادرس بتاعه 1 0، وراه على طول السورس ريجستر التاني والادرس بتاعه 1 1. ده كده الكود اللي مكتوب جوه البروجرام ميموري بتاعتي. طبعا بغض النظر كنت 32 وده مجرد 2 4 6 6 بس او كده، لكن انا مش اقصد يعني العدد اللي هو هنشتغل عليه. طيب او 2 4 6 8، هيجي بقى الرقم ده يتنقل من الانستراكشن من البروجرام ميموري يتنقل على الانستراكشن ريجستر. يقرا مين؟ الانستراكشن ديكودر. الانستراكشن ديكودر ياخد اول 2 بيتس ويدخلهم على مالتيبلكسر على ال يو عشان تسلكت الاوبريشن، وياخد تاني 2 بيت ويدخلهم على ديكودر على سوري على مالتيبلكسر علشان دوت الريجستر اللي هيتسيف فيه الداتا، و اسف اتنينهم على ديكودر عشان ده الريجستر هيتسيف فيه الداتا، وينقل ال 2 بيتس دول على المالتيبلكسر الاولاني قدام ال يو علشان يقرا الريجستر رقم ار 2، وينقلهم على المالتيبلكسر تاني قدام ال يو عشان ينقلهم على الريجستر رقم ار 3. دي فكره يعني ايه كود ويعني ايه عمليه الانستراكشن ديكودنج اصلا. طيب نرجع للموضوع. المرحلة الثالثة مرحلة الاكسكيوت، وفيها خلاص بقى الكنترول سيجنالز راحت لل ALU والاوبرانز راحت لل ALU، وخلاص ال ALU هتبدأ تعمل عملية الحسابات بتاعتها وتطلع الريزلت. نيجي مرحلة الميموري. والله الأمر بتاعي أصلا ما كانش فيه العملية لود ولا عملية ستور للميموري، فبالتالي في المرحلة دي البروسيسور بتاعي هيكون قاعد ما بيعملش أي حاجة، يبقى سايكل كده هتعدي على الفاضي. طيب المرحلة الأخيرة مرحلة الرايت باك، وفيها الريزلت هيتخزن جوه الانستراكشن سوري على الريجستر باك بتاعي جوه الريجستر فايل جوه ال R1. نخش بقى على اليونت التانية، احنا كده خلاص غطينا السي بي يو بكل الكومبوننتس بتاعته. نخش على اليونت التانية، اليونت التانية اللي هي الميموري يونت. الميموري يونت ديت هي المسؤولة عن الداتا والبروجرام وكل حاجه ليها علاقه بان انت محتاج تخزن حاجه جوه السيستم بتاعك. طيب الميموري ده نفكر فيها على انها مجموعه من الادراك، كل درج ليه رقم، الرقم ده هنسميه مع بعض ميموري لوكيشن. علشان اسلكت اي درج فيهم افتحه سواء اكتب جوه حاجه او اقرا منه محتاج انبوت اسمه ادرس، علشان اسلكت اذا كنت هقرا ولا هكتب محتاج كنترول سيجنال اسمها رايت ريد، علشان اقرا داتا او اكتب داتا محتاج داتا باس. الداتا باس ويتس بيكون الويتس بتاعه زي الويتس بتاع الميموري لوكيشن الواحد، والادرس ويتس عباره عن لوج نيم العدد الميموري لوكيشن اللي عندي. يعني كمثال لو الميموري لوكيشن اللي عندي زي مثلا 1024 يبقى الادرس باس اللي انا عايزه محتاجه يكون 10 بيتس. طيب الميموري دي نقدر نقسمها لفولاتايل ونون فولاتايل، يعني نون فولاتايل زي الروم مثلا، والفولاتايل اللي هي زي الرام. لو هتكلم عن الرام، الرام نقدر نتكلم في حتتين كده فيها، نقول ان هي نون يعني نقول ان الرام دي ممكن تكون فولاتايل، دي متقسمه لحاجه اسمها الستاتيك رام وحاجه تانية اسمها الديناميك رام. الستاتيك رام دي عباره عن رام سريعه جدا، الميموري المنت اللي فيها بيكون عباره عن فليب فلوب، هي يعني الريجسترات اللي انا كنت بتكلم فيها من شويه دي كلها ستاتيك رام. عيبها ان هي الميموري المنت الواحد بتاعها بيبقى مساحته كبيره شويه، فبالتالي الستورج سبيس اللي فيها ما بتقدرش تديني حاجه كبيره، عشان كده في الكمبيوترات
ما ينفعش في الرام الخارجيه الاكسترنال رام تكون ستاتيك رام، لا لازم تكون دايناميك رام. ليه؟ لان الدايناميك رام بتبقى اصغر في المساحه. طب ليه الدايناميك رام اصغر في المساحه؟ لان الميموري اليمنت اللي فيها عباره عن كاباستر، فبالتالي انت مجرد ترانزستور وكاباستر داون بيت، لكن الميموري اليمنت في الستاتيك رام عباره عن فليب فلوب، والفليب فلوب ده من جوه عباره عن اثنين اند جيت او اثنين سوري اثنين جيت على الاقل، والجيت الواحد حوالي 4 ترانزستور كبرت منك. علشان كده بيستخدم الديناميك رام لان هي اسرع، بيستخدمها في ريجسترز، سوري اسف، الستاتيك رام اللي هي اسرع بيستخدمها في ريجسترز، لكن الديناميك رام بيستخدمها في الاكسترنال. طب ليه الستاتيك رام اسرع من الديناميك رام؟ لان الستاتيك رام سرعتها جايه في الكلوك بتاعت الفليب فلوب نفسه، لكن الديناميك رام سرعتها جايه من التشارجنج تايم والديسشارجنج تايم بتاع الكباستور. طب ليه الستاتيك رام اسمها ستاتيك والديناميك رام اسمها ديناميك؟ لان الديناميك رام بتحتاج ريفريش كل شويه علشان اقدر المكثف ما بيحافظش على الداتا بيفضل يبدا يفرغها، فلازم كل شويه اقعد اكتب عليه. حلو جدا. في حاجه بقى اسمها نون فولاتايل رام. ازاي يا عم انت رام وتبقى نون فولاتايل؟ قال لك ده هو عامل حاجه حلوه قوي. قال لك ايه؟ قال لك انا كل الحكايه ان انا جايب الرام بتاعتي وحاطط معاها باك اب باتري، حاطط معاها باك اب باتري. باك اب باتري ديت اول ما الكهرباء الاساسيه تفصل اوريدي الباك اب باتري تخش، فبالتالي تفضل الداتا محافظه عليها. النانو فولاتايل رام دي بتكون موجوده جوه جهازين مشهورين قوي، الجهاز الاولاني البي ال سي، والدي بتبقى البروجرامينج بتاعته اصلا، والجهاز الثاني اللي هو حاجه اسمها الار تي سي اللي هي الريال تايم كلوك. هنتعرض لها ان شاء الله قدام شويه. في نوع ثاني من النانو فولاتايل رام ده عباره عن حته اس رام مع حته اس كوبي روم الاثنين مع بعض، بحيث السيستم ده متظبط على ان والله طول ما الباور شغاله الداتا تبقى موجودة في الرام عشان هي أسرع. أول ما البرد تفصل الداتا تتسيب فين؟ جوه الإس كوبي روم. أول ما البرد تشتغل تاني يعمل لها عملية ريترايفنج وينقلها من الإس كوبي روم لإيه؟ للرام. في بارت مهم جدا في الرام اسمه الستاك. طبعا الكلام ده كررتكم فيه أنا في الفيديو اللي فات، بس يعني إن شاء الله دلوقتي هنبدأ نوضحها بشكل أحسن شوية. إيه الستاك دي؟ الستاك دي عبارة عن حاجة اسمها لاست إن فيرست أوت. ولنفرض إن أنا عندي ثبات عيش نفس المثال بتاع المرة اللي فاتت. ثبت العيش ده انا هنزل فيه رغيف ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس وهكذا، مليت العيش. جيت عايز اخد منه العيش، هعمل ايه؟ هاخد اول رغيف الاول اللي هو اخر رغيف انا دخلته، وراه التاني وراه التالت وراه الرابع وراه الخامس. علشان كده هي عباره عن ليف وميموري او لاست ان فيرست اوت ميموري، اخر المنت بيدخل فيها واول المنت. طب يا عم انت ايه مست الاستاك في الموضوع؟ قال لك مست الاستاك ان انت مش بتحتاج لها اصلا ادرس باص عشان تتعامل معاها يا راجل. اه والله، لان انت مجرد انت بتتعامل مع داتا انبوت اللي عليها على طول، سواء انت بتبوش داتا جواها او بتبوب داتا منها. تعالى كده نشوف هي بتشتغل ازاي. كده الستاك فاضي. لو انا عملت عمليه بوش فانا كده حطيت اليمنت جوه الستاك، بقى اخر اليمنت اللي هو التوب اوف ستاك هو الاليمنت رقم واحد ده. لو انا عملت بوش تاني الاليمنت رقم اتنين خلاص، يبقى اخر اليمنت اللي هو التوب اوف ستاك ده الاليمنت رقم اتنين والاليمنت رقم واحد تحتيه. لو عملت بوش تاني الاليمنت رقم 3 فبالتالي بقى اخر اليمنت عندي اللي هو توب اوف ستاك هو الاليمنت رقم 3 تحتيه 2 تحتيه 1. فبالتالي لو انا هعمل بوب او انا هسحب داتا من الميموري ما ينفعش اسحب واحد، لا غصب عني لازم اسحب 3 الاول. فعلا ده اللي حصل لما عملت اول بوب اوبريشن، فانا سحبت الاليمنت رقم 3. لما عملت بوش تاني فانا حطيت رقم 4 وبقى 4 ده هو توب اوف ستاك. لما عملت بوب فانا سحبت الاليمنت رقم 4 علشان، ولو عملت بوب وراها على طول فسحبت رقم اتنين، لو عملت بوب وراها على طول فانا سحبت رقم واحد، فبالتالي اصبحت الميموري فاضي. في حاجه بتتحكم في الستاك اسمها الستاك بوينتر. الستاك بوينتر ده بيتعمل اوتوماتيك او بيتغير اوتوماتيك فوق او تحت سبيشال فانكشن ريجستر. في الاول خالص الستاك بوينتر كان عند المكان رقم 0 اللي هو اول مكان انا اوريدي كتبت فيه، وانا اوريدي ما كتبتش حاجه، فاوريدي انا المكان رقم 0 بالنسبه لي فاضي. اول ما حبيت اعمل بوش فانا حطيت الاليمنت الاولاني في الستاك، والمكان والستاك بوينتر اتحرك للمكان رقم واحد، فاصبح المكان رقم واحد هو اللي عليه دور الكتف. لما عملت بوش تاني فالمكان رقم فالستاك بوينتر اتحرك فوق المكان رقم اتنين، واصبح المكان رقم اتنين ده هو اول مكان انت بتكتب فيه او اخر مكان تكتب فيه وهكذا. لما تيجي تعمل بوب يحصل العكس. طبعا يعني منكم اللي اشتغل على الستاك قبل كده في اي حاجه، الستاك في منها نوعين، ريجستر ستاك والميموري ستاك. واحده فيهم الريجستر الستاك بوينتر بيتجمع لما بيحصل بوش وبيطرح لما بيحصل بوب، والتانيه العكس اللي هو الريجستر بيتطرح
لما بيتعمل يحصل بوش وبيتجمع لما بيتعمل بوب، على حسب انت بتسيف من الاخر الاول او من الاول للاخر. طيب طبعا الستاك نفسها استخدامها دايما بيكون في الحاجات اللي هي temporary variables، انا بستخدمها مش بستخدمها باستمرار، زي مثلا في الفانكشن كول، في السبروتين، في الانتربتس، الحاجات دي. طيب الرامة نفسها بقى بشكل عام كده ممكن يكون جواها ايه؟ الرامة بيكون جواها مجموعة حاجات، اولا general purpose registers. general purpose registers، الجنرال بيربز ريجستر دي هي ريجسترز تنفع تتعمل في اي اوبريشن زي ار نود وار 1 وار 2 وار 3. يعني مثلا لو هتكلم على الاتي ميجا 16 كمان كنترولر، الاتي ميجا 16 جواها 32 جنرال بيربز ريجستر ينفع يتعاملوا مع اي اوبريشن. حلو جدا. طيب هل ليهم استخدام تاني؟ اه، في بعض الاوامر الاسمبلي جوه المايك كنترولر بتاعنا ما بتتعاملش دايركت مع الانبوت اوت ريجستر. مثلا عايز تعمل داتا موفمنت من انبوت اوت ريجستر لانبوت اوت ريجستر تاني، ما ينفعش، يبقى لازم تستخدم الجنرال بيربز ريجستر ده كوسيط، لكن تنقل الداتا منه الجنرال بيربز ريجستر، بعد كده من الجنرال بيربز ريجستر للانبوت اوت ريجستر التاني. حلو جدا. طيب في كمان حاجه اسمها السبيشال فانكشن ريجسترز، ودي ريجسترات خاصه باوبريشنز معينه زي الانستراكشن ريجستر، زي الستاك بوينتر، زي البروجرام كاونتر، وزي الستيت ريجستر. دي سبيشال فانكشن ريجسترز. كمان في داتا رام اللي هي الداتا ميموري نفسها اللي بتتعامل معاها، ودي اوتوماتيك، مجرد ما الداتا بتروح السوري امبار بتروح الداتا بتروح. وفي كمان الستاك، ودي زي ما اتفقنا خلاص دي بخزن فيها التمبرري فاريبلز اللي عندي، وكمان ممكن نزود على الانبوت اوتبوت ريجسترز اللي بتكون موجوده في بعض الكنترولرز او كنترولرز تانيه. لا حسب. نتكلم على النوع التاني من الميموري اللي هي نون فولاتايل ميموري، اللي هي الرام او ريد اونلي ميموري. الرام دي عباره عن ميموري معينه، الميموري دي لما بتكتب عليها داتا ما بتتمسحش تاني لو الباور راحت. في منها انواع، في حاجة اسمها الماسك دروم، ودي بتيجي من بره أصلا عليها الداتا، يعني أنت مش بتكتب عليها أصلا، هي بتجيلك مكتوبة وأنت مجرد بتقرا من عليها وخلاص. في حاجة اسمها الـ OTP روم، أو الـ Only أو الـ One Time Programmable روم، ودي بتيجي ممسوحة وبتتبرمج مرة واحدة بس، عاملة زي تذكرة المترو كده، تبرمجها مرة واحدة بس وخلاص تبقى ريد أونلي بعد كده. طيب الـ EP روم أو الـ Electrically Programmable ريد أونلي ميموري، ودي ممكن سوري اسف اريزم البروجرام الروم، ودي ممكن تمسحها وتكتب عليها كل شويه بس عن طريق الالترا فايلوت. زمان كان الاب روم دي هي البروجرام ميموري اصلا في كل المايك كنترولرز وفي كل البيدل سيستم. بعد كده ظهرت حاجه اسمها اي اي بي روم، الكتريكلي اريزابل بروجرام الروم. الاي سكور بي روم ديت عباره عن نفس الاي بي روم بالظبط، تتمسح وتكتب عليها بس عن طريق الكتريك فيلد، فبالتالي بقت اسهل شويه في الانترفيس، بس محتاجه سبيشال ديفايس تتعامل معاها. الفلاش اي سكواد بروم زي الاي سكواد بروم بالظبط، بس يعني ديفرنت شويه في الديزاين من جوه، واسرع وبتتحمل عدد مرات كتابه وقرايه كتير، وهي دلوقتي بقت البروجرام ميموري في معظم المايكرو كنترولرز الموجوده في السوق. طيب نيجي على الدرايفر الثالثه او الكومبوننت الثالث في المايكرو كنترولر بتاعي، الانبوت اوتبوت يونت، اللي هي جنرال بيربز انبوت اوتبوت اديشنال انبوت اوتبوت زي ما بيقولوا. الانبوت اوتبوت يونت دي هي اللي انا بشوفها كامبيدد سيستم ديزاينر او كسوفت وير امبيدد سيستم ديزاينر، ك البورتات سوري اسف البنات بتاعه الكنترولر بتاعي من بره. مجموعه من الانبوت اوتبوت يونت بيسموها بورت، ممكن تبقى 8، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى 5، على حسب التشريف بتاعه الكنترولر مقسمها ازاي. الانبوت اوتبوت يونت دي مسؤوله عن ان هي تنقل الداتا من بره المايك كنترولر على البنات لجوه المايك كنترولر عشان يقدر يتعامل معاها، والعكس طبعا دي بتكون بارلل. في كمان يونت تانية أو كومبوننت تاني اسمه التايمر، وده المسؤول عن كل التاسكات ريليتد للتايم اللي بتتعمل جوه المايك كنترولر. التايمر ده عبارة عن حاجة كده عمالة بتعد مع نفسها كل شوية، تعد 0 1 2 3 4 5 6 على حسب طبعا التايم بين كل عداية والتانية، وأنت بتعد لحد كام بيدي لك تايم معين. أنا ممكن بقى أظبط إن هي تعد مثلا تايم معين وتعيد تاني، وأنا أسأل على التايم ده وأعمل بقى مثلا تاسك معينة كل ثانية كل ثانيتين زي ما أنا عايز. في حاجه اسمها الواتش دوك تايمر، وده بقى كلب الحراسه. ايه يا عم الواتش دوك تايمر ده؟ قال لك ببساطه المايك كنترول بتاعك ده بيكون فيه اسينكرونس ريسيت، انت بتدوس بنفسك عليه لما السيستم بيهنج. حلو جدا. طب افرض انت ما كنتش قاعد معاه والسيستم هنج، يعني ايه السيستم هنج اصلا؟ يعني ستاك، يعني علق في حته معينه في الكود. طب يا باشمهندس هو ايه اللي يخليه اصلا يعلق في حته معينه في الكود؟ ببساطه لان انت ممكن تكون انت تكتب الكود بتاعك كان في ستيت معينة أنت ما كنتش عامل حسابك إزاي تخرج منها، والسيستم بتاعك دخل جواها.
فبالتالي دخل جواها ودخل في انفينيت لوب ومش عارف يخرج منها تاني، لان الكونديشن اللي يخرجه مش موجود. ساعتها الواتش دوج تايمر ده بيتظبط على تايم معين، يعمل فيه ريستارت للسيستم كل شويه لو حصل ان هو ما وصلش للاخر بتاعه في التايم ده. حلو جدا. في كمان كومبوننت تاني اسمه الانالوج تشر كونفرتر، وده عباره عن اليونت المسؤول عن ان هي تقيس الانالوج فولتج الخارجي وتدخله كديجيتال داتا. طبعا هنتعرف عليه بالتفصيل، وعارفين ان هو بيتعمل بثلاث مراحل، السامبل كونتازيشن والانكودنج، وده ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل بيتعمل معاه. البارل انترفيس ما بقاش جايب همه دلوقتي، لانه بياخد عدد كبير جدا من البنات. اه سرعه عاليه كل حاجه، بس مشاكله كتير. هنتعرف طبعا المشاكل دي ان شاء الله، بياخد تفاصيل في حل مكانه حاجه اسمها ستريل انترفيس، اللي ممكن نقسمها كسينكرونس او اسينكرونس او فول ديوبلكس وهاف ديوبلكس. هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل، بس نقدر نقول ان انت عشان تبعت سيريال داتا بتبعت البتات ورا بعضها. يعني انت في البرل اللي عايز تبعت 8 بتات بتبعتهم في 8 بنات، لكن السيريال الثمانيه ورا بعض على نفس البنات. في ثلاثه انترفيس مشهورين هنتكلم عنهم ان شاء الله في الكورس، اليو ارت انترفيس والاس بي اي والاي سكوير سي. الانتربت يونت ودي يونت مهمه جدا زي ما احنا شايفين كده، الاثنين دول بيتكلموا مع بعض وده بيزعجهم، بيقطع كلامهم، ده بينتربتهم. يعني ايه بقى اصلا انتربت؟ بص، العالم بره بره المايك كنترولر مش سيكونشال زي ما الكنترولر فاكر. يعني الكنترولر بيبقى نافذ شويه تاسكات كده او شويه فانكشنز بينفذوا سيكونشال ورا بعض، بس العالم الخارجي لو الانترفيس ده سوري الكنترولر ده بينترفيس شويه سنسورز، فهو اه بيسال على الاولاني، بعد كده بيسال على التاني، كده بيسال على التالت. الطريقه دي بيسموها البولينج. لا خلي بالك من حاجه، السنسورز دي مش بتغير الفاريبلز بتاعتها او بتغير الداتا بتاعتها ورا بعضها زي ما انت متخيل، لا دي السنسورز كلها بتشتغل بره اللي بعضها، واي ايفنت ممكن يجي في اي وقت. فبالتالي ساعات بيكون عندي برايورتي او سوري ايفنتس ليها برايورتي اعلى شويه، وعايز اسيب اللي في ايديا اروح لها على طول. الانتربت يونت هي اللي تقوم بالكلام ده ازاي، برضه ان شاء الله هنشوفه لما ناخد الانتربت بالتفصيل. احنا كده خلصنا، معلش فيديو كده سريع علشان نوضح الدنيا اللي فاتت. ان شاء الله بدايه من الفيديو اللي جاي هنبدا نتعامل مع الاي في ار مايك كنترولر، هنبدا ندرس الاستراكشر بتاعه من جوه، هنشوف الدنيا من جوه عامله ازاي، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه نبدا بقى نخش في تفاصيل الكورس شويه. اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتم، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.